بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة إلى حلول أكتشف المتعلقة بدرس مشكلات ضربية. يملك فلاح 236 خلية نحل تنتج كل خلية 8 كيلوغرام من العسل. ما هي كمية العسل التي ينتجها الفلاح في السنة؟ إذن عما تبحث؟ أبحث عن كمية العسل التي ينتجها هذا الفلاح في السنة. ما هي الأعداد المتدخلة؟ عندنا الأعداد المتدخلة أو المعطيات هذه المسألة، عندنا 236 وعندنا 8 كيلوغرام. 236 خلية نحل، كل خلية تعطينا 8 كيلوغرام. إذن هذه الأعداد المتدخلة. العملية المناسبة هي عملية الضرب. إذا 236 ضرب 8، 236 ضرب 8، 236 ضرب 8 ماذا تساوي؟ تساوي 1888. إذا كمية العسل التي ينتجها الفلاح خلال السنة هي 1888 كيلو غراما. هذه هي كمية العسل التي ينتجها الفلاح خلال السنة. مع حلول أنجز، اربط كل مشكلة بالمخطط المناسب ثم حل المشكلة. طول شريط 25 مترا، قصصنا منه 6 متر لربط هدايا ما هو طول الشريط الباقي؟ إذن العملية التي نقوم بها هنا هي عملية الطرح. عملية الطرح، إذا 25 ناقص 6. في الإجابة نقول طول الشريط هو 25 ناقص 6 وتساوي 19. يتألف ألبوم أيمن من 6 صفحات، في كل صفحة 25 صورة. ما هو عدد كل الصور؟ 6 صفحات في كل صفحة 25 صورة، ما هو عدد كل الصور؟ إذن عدد كل الصور، العملية التي نقوم بها هي عملية الضرب، 25 ضرب 6. 25 ضرب 6 وتساوي 150. نقول عدد كل الصور 150 صورة. عدد كل الصور 150 صورة. في استراحة الصبيحة ربح أمين 25 كرية، وربح 6 كريات في استراحة الأمسية. كم ربح أمين في هذا اليوم؟ إذا في استراحة الصبيحة ربح 25 كرية وربح 6 كريات. العملية هي عملية الجمع، 26 زائد 6 وتساوي 31. نقول في الإجابة ربح أمين 31 كرية في هذا اليوم. جمع سامي 25 طابعا بريديا، وجمعت إيمان 6 مرات ما جمعه أيمن. ما هو عدد الطوابع؟ إذن العملية التي نقوم بها هي عملية الجمع المتكرر أو عملية الضرب. الجمع المتكرر أو عملية الضرب، نجمع 25 زائد 25 زائد 25 زائد 25 زائد 25 6 مرات، أو عملية ضرب 25 ضرب 6 وتساوي 150. نقول عدد الطوابع التي جمعتها إيمان هو 150 طبعا. شكرا أعزائي التلاميذ على المتابعة، وإلى اللقاء.